فلا محفز. كذلك وسعنا المدينة المنورة وفي توسعات بسيطة في الأحساء والقصيم، وكذلك أنشأنا مجموعة مدن صناعية اللي ذكرناها في الخارج، مدينة حيكون ضخمة والطلب عليها عالي، سدير مدينة صناعية، في جدة الثانية، جيزان، عرعر والطائف، وقريب سوف نسمع أخبار جميلة عن مدن جديدة. فالحمد لله فكينا أزمات. لحقيقة فرصة أن أتكلم من هذا المنبر أن الطلب عندنا حقيقة مركز على الرياض وجدة والدمام بشكل كبير. عندنا توفر مدن صناعية في التبوك وحائل وعرعر والجوف ونجران وجيزان، وأنا أدعو من هذا المنبر لاستضافة هذه المناطق، ومشيئة الله بالتنسيق مع الجهات المعنية سوف يعلن قريبا عن حوافز إضافية فعلا سوف تساعد على استضافة هذه المناطق وتتوفر فيها الكهرباء في أكثر هذه المناطق المذكورة. ونحن نشجع على استضافة هذه المناطق، ونتمنى إن شاء الله يكون حوافز إضافية من الدولة لتنمية الاستثمار في هذه المناطق. نعم. أنت سعيد سيدي. لا صحيح. والله شوف الحقيقة زي ما قلنا احنا متفائلين ولازم نكون متفائلين وطموحين ولازم ننظر للجانب الإيجابي. لكن هذا الإنجاز يعني ما حدث حقيقة هل يوازي طموحاتكم كصناعيين؟ ليس الأستاذ عبد الكريم طبعا، لكن كصناعيين من حديثكم يعني مع بعضكم البعض كصناعيين. والله الصناعيين يعني يتحدثون عن أشياء كثيرة مثلا يرغبون فيها، منها زي ما ذكرنا المدن الصناعية المطورة، واللي الآن الحقيقة احنا قاعدين نحس فيه انه في شيء تغير. نعم في تغير صاير يعني يحدث على موضوع الإفاعات الجمركية، والأخ سلمان اليوم يقول انه ان شاء الله صار فيه يعني نوع من التوجه الإيجابي في هالموضوع هذا. ماذا مشكلتك في الإفاعات الجمركية؟ الحقيقة فيه يعني تأخر فيها أو أحيانا عدم يعني دقة فيها. نعم أو عدم الدقة في حسابها. وإلى علاقة بمن بالجمارك؟ لها علاقة بالجمارك. نعم. دكتور الإفاعات الجمركية كيف مدن ساعدت في تسهيل عملية الإفاعات الجمركية؟ لأن تكلفة بالنسبة أنا أقدر ذلك. طبعا الإفاعات تقوم عليها وزارة التجارة والصناعة، وفيها لجنة مشكلة من عدة جهات، فيها الوزارة والجمارك وزارة المالية وهيئة الاستثمار. حقيقة في نقاش وإحنا حريصين على يعني تسهيل الأمور، وفي تنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الأمور، وأعتقد في حماس وإحنا متفقين عن هناك مشكلة ولازم نعي أن هناك مشكلة وفي تنسيق. كم في المتوسط الوقت الذي يأخذ لإنهاء مش يعني إعفاء جمركي مثلا؟ حقيقة يمكن لا أذكر الرقم، ولكن أعتقد في بعض الأحيان تأخير فيها، ونعترف أن هناك تأخير وفي تنسيق. طيب تأخير دكتور مبرر العفو يعني يبرره التأخير مبرر أو غير مبرر؟ السؤال التأخير أنا متفق معك غير مبرر، ويجب أن نعلم نعين هناك مشكلة ونعي أن يجب أن نحل المشكلة هذه، ففي تنسيق حل المشكلة، وأعتقد في تفاهم جميع الأطراف، وإن شاء الله في تنسيق أكبر لحلها بشكل أفضل. وأنا أقول إن شاء الله متفائل أن قريبا يعني صناعيكم السعداء بانفراج فيها بشكل أفضل. نعم ذلك. بالنسبة لما يعني ما تقوم به مدن حقيقة من جهود جيدة، لكن هناك شكوى من الصناعي قد تختلف معي بأنه أسعار خدمات مدن مرتفعة بعض الشيء، صحيح؟ والله مقارنة بما كانت عليه في الماضي ما في شك أنها ارتفعت. أنا ما يهمني، ولكن مقابل خدمة نوعية بالضبط، يعني الإنسان لما يدفع ويحصل مقابل خدمة فيكون السعر مبرر، كما يكون أنت تشتري سعر رولز رايز يعني. صحيح. على كل حال يعني كما كان مقارنة في السابق حقيقة الأسعار زادت، لكن يعني أرجع أقول أنه مدن الحقيقة تحتاج لدعم، لأن لازم ننظر للتنمية الصناعية بنظرة شمولية. يعني أنا ما أبغى أنظر مدن أو الهيئات المدن يعني جهة تفرض رسوم على القطاع الصناعي وتحاول أنها تطور تنمية عقارية. أنا أبغى أنظر لها كجهة تنموية صناعية زي هذا الصندوق التنمية الصناعية زي غير الجهات الأخرى اللي تدعم، يعني فيها دست دعم من الدولة عوض أن تعتمد على الإيرادات. نعم. رأيك أول شيء أنا أقول إحنا لا زالت سعر المتر يؤجر بقرابة ريال واحد، وهو سعر تحفيزي فيما يتعلق بالأراضي الصناعية. وبالتأكيد أي مبلغ يحصل هو يعود للصناعة. صحيح. ولن يدخل خزينة الدولة ريال واحد. صحيح. وبالتأكيد هذه سياسة الدولة من ذلك تعالى استثمارها، وبالعكس في دعم حقيقة من الدولة وتوجه لدعم أكبر. وأنا أقوله من هذا المنبر أن أي ريال يؤخذ يعود للصناعة، ومدعوم كذلك بدعم إضافي من الدولة. الدولة بالتأكيد حريصة جدا على تنمية الصناعة، وحريصة جدا أن نكون
المملكة دولة صناعية، وحقيقة يعني نحن نحلم ونأمل أن تكون المملكة أحد الدول الصناعية الرائدة، يعني دائما نريد أن نكون في مصاف الدول المتقدمة، وبالتأكيد الصناعة هي أحد السور الرئيسية أن تكون الدول أحد الدول المتقدمة. إذا رأينا الدول المتقدمة يعني أمريكا وغير ودول أوروبية هي قامت على الصناعة، والصناعة هي المحفز، حتى وإن شفنا الآن قطاع الخدمات الآن نما في أوروبا وأمريكا وسنغافورة واليابان وغيرها، ولكن نجد أنها بدأت من الصناعة وقطاع الخدمات، وحتى وإن كانت بعض المصانع الآن تطلع من أمريكا مثلا وتروح المكسيك أو دول أخرى، يبقى قطاع الهندسي للصناعة وقطاع الأبحاث والتطوير تبقى في هذه الدول، فهي وإن كان قطاع الخدمات ينمو في هذه الدول ولكن محفز لها الصناعة. فأنا اعتقادي وأؤمن أن الوسيلة لنا لتطوير اقتصاد المملكة وأن يكون اقتصاد قائم بذاته ولا يعني البترول هو الصناعة التي نأمل أن فعلا ندعمها، لأن لا نرى البترول يعني كوسيلة مصدر دخل سوف يستمر فترة طويلة، لا نتكلم عن الطاقة المتجددة ونتكلم عن أساليب أخرى في الطاقة، لو نمت هذا بالتأكيد سوف تؤثر على سعر البترول وسوف يؤثر على اقتصاد المملكة. فنأمل فعلا أن القطاع الصناعي ينمو بشكل كبير وأن يدعم بشكل أكبر حتى يكون اقتصاد المملكة اقتصاد متنوع واقتصاد لا يقوم على البترول. عندما تقول يدعم القطاع ماذا تقصد دكتور؟ لا أفهم، يعني دعم مادي أم دعم معنوي أم دعم من جميع الجهات؟ دعم مادي من جهة، دعم معنوي، دعم يعني 40 مليار لا تكفي الاستراتيجية؟ هو ما يعني نتكلم على جميع الجهات، دعم في توفير الطاقة، دعم في الحوافز بجميع أنواعها، في مجالات تسهيلات الإجراءات، تسهيلات التصدير، تسهيلات القدرة الصناعية وغيرها من أعطاء حوافز، والحمد لله.